ايوه من اجمل حاجه اتعملت السنه دي ايوه موقف النادي الاهلي مع ايمن اشرف. مهم. لابد ان اشكر ايمن اشرف الاول. ايوه لاعب رائع. ايوه راجل حتى وقت قريب قبل الاصابه اللعينه اللي كان ليها تاثير كبير جدا على مسيرته في الموسم اللي فات ده. راجل كان هو لعيب اساسي في منتخب مصر. وبيلعب في اكتر من مركز. وراجل كان وصل الى حاله من النضج الفني انه كان لعيب من اللعيبه اللي تحط صباعك عليها وتشاور. ان دول من اعمده الاداء وطرق الاداء اللي بيعتمد عليهم. فتاتي الاصابه اللعينه عشان يجد صعوبه في العوده ويكون الفريق اكتملت ملامحه، المهم لاسباب، لكن ما فيش واحد بما فيهم مستر مارتن كولر لو تشوفه وهو بيسلم عليه وعايز يقول له انا اسف يا ابني والله، بس وانت بتشوف اللقطه العظيمه دي ايمن بيروح له بشياكه مش واخد على خاطري منك يا مستر كولر، والتاني بيحتضنه والله على فص عيني يا ابني. يعني معنى جميل المدرجات وهي تحري ايمن، هذا هو المقصود بالظبط من ثقافه النادي الاهلي وتقاليده وقيمه، الدفء العظيم ده اللي مبني على تقدير لكل من اخلص للنادي الاهلي. هذا المشهد اللعيبه وهي بتسلم عليه وبتودعه وهو دموعه يغالب دموعه، انا شفته هو يعني في لقطه، طبعا اي واحد مكانه اهو شوفه مستر كولر ده في اوضه اللبس غير الملعب كمان. ايوه لعيب يستحق يا اخي، ده كل حاجه حلوه والله، ده انت على مستوى حتى الروح، ايه الجمال ده؟ الترجمه دكتور الجوادي، بتشوف المترجم عامل ازاي؟ دكتور الجوادي يا جماعه دكتور في المانيا، دكتور جامعه، انت متخيل كل عناصر ساب شغله علشان يجي يخدم النادي الاهلي من خلال هذا العمل، كل عناصرك عامله ازاي؟ الاداريين الجهاز الاداري كله مكي وفوزي وعمال المهمات كلهم وماهر يعني الحقيقه، طبعا عم حارس ده اشهرهم لكن الحقيقه ان النادي يعني لا، ما هو الانجاز الكبير وراه ناس كبيره قوي، يعني الانجاز الكبير قوي ده يا جماعه يعني ما كانش هيتحقق الا في روح زي كده. ولذلك يعني يمكن اصدق لحظه تتقالوا فيها الجمله دي اللي انا قلتها قبل كده، يا ايمن انت معاك المفتاح، وقت ما تحب افتح وخش، مكانك يا ابني عندنا، مش محتاج مكانك تخبط. واعتقد الكابتن الخطيب قال له هذا الكلام، مش محتاج تخبط الكابتن قال له هذا الكلام. الحقيقه الكابتن الخطيب النهارده كل الناس تعبت مع النادي الاهلي. كابتن الخطيب النهارده في النادي استقبل ايمن اشرف وكرمه واهداه درع خاص تقديرا للي عمله، وعشان نشوف هذا التقدير انه بيقول له ده بيتك وده ناديك، النادي ممتن جدا ومقدر المجهود اللي انت عملته، وانت انتقلت لنادي اخر زي البنك الاهلي، اي وقت ترجع الاهلي ده مكانك. وكان الاهلي خيره بين ان هو يستمر في النادي او ينتقل، وهو الراجل قال ان انا فضلت ان انا اروح مكان ما اروحش اي حاجه منافسه للنادي الاهلي. تلقى عروض كتيره، لكن ده استقبال الكابتن. دي معلومه كابتن ابراهيم، عنده عروض، كان عنده عروض ما رضاش يقبلها، ما قبلش ابدا يلعب لاي نادي منافس للاهلي او ضد رغبات جماهير الاهلي. كابتن الخطيب النهارده تقديرا لدور هذا اللاعب واخلاصه، ولا عمل مشكله ولا تذمر ولا اتضايق ولا دخل مش في اي مشكله، فاهداه درع خاص. ده مش درع، ده طبق مكتوب عليه، يعني شوف انت متخطط له وجاهز عشان يعني شوف حجم الطبق، يعني حاجه تليق بالنادي الاهلي وبايمن. وهكذا يجازى المخلصون. ولذلك استاذ ابراهيم، هناك فارق بين من يشتريك ومن يبيعك. لازم الناس تفهم دي، اللي اشتراني مش زي اللي باعني ابدا. هو في الموضوع يتلخص في الجملة دي. طيب ده كان لحظة الوفاء الحقيقة الكبيرة جدا للنجم أيمن أشرف.